يسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء. موضوعنا اليوم بهم الكثير منا بسبب انتشار هالمشكلة برمضان وبغير رمضان، لكنها بتظهر بشكل أكبر وأوضح في رمضان. منشوف أغلب الصائمين عم يعانوا من الإمساك، خاصة بالأيام الأولى من شهر رمضان، ويوجد بعض الأشخاص يلي بتستمر معه المشكلة طيلة الشهر الفضيل، وبأغلب الحالات بلاقي الصائم صعوبة ممكن تستمر أيام بإتمام عملية الإخراج بشكل يومي وطبيعي، وممكن تصبح هالعملية في بعض الأحيان معاناة قاسية بتسبب كتير من المتاعب وعدم الراحة للصائم. فشو هي أسباب هالحالة الشائعة وكيف ممكن نعالجها بأسرع وقت؟ هذا موضوع فقرتنا لليوم من صحتك في رمضان. بداية رح نبدأ معكم مشاهدينا باستعراض أهم أسباب ظاهرة الإمساك في الأيام الأولى من شهر رمضان. أولاً، التغيير المفاجئ في مواعيد تناول الطعام وعدم شرب كميات كافية من السوائل بتسبب الجفاف وصعوبة الإخراج. أيضاً نذكر تقاعس البعض عن تناول الألياف المتوفرة بشكل كتير كبير بالخضار والفواكه الطازجة، وبالمقابل بيركزوا مع الأسف على اللحوم والأجبان والحلويات باعتبارها من أهم المكونات الحاضرة على موائد الإفطار عند جميع العائلات العربية. ورح نضيف على يلي ذكرناه بعض الأسباب المتعلقة بعادات الأكل وقلة الحركة والكسل عن ممارسة بعض الحركات الرياضية أو على الأقل المشي بعد الإفطار. ومنشوف أغلب الأشخاص بفضلوا ياخذوا غفوة صغيرة من النوم بعد ما أدخن معدته بكل أنواع الأطعمة والمشروبات الموجودة على مائدة الإفطار. لذلك من باب الوقاية من الإمساك أو التخلص منه إن وجد، على الصائم الالتزام بالنصائح التالية. أولاً، شرب كتير من السوائل بما لا يقل عن 8 ل 10 أكواب باليوم الواحد على شكل ماء أو عصير أو حليب أو شوربة. ثانياً، التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع كل وجبة مثل الفواكه الطازجة والخضروات. كذلك علينا أنه نحن نركز على تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز الأسمر والمعكرونة السمراء. ثالثاً، زيادة النشاط البدني مثل المشي وركوب الدراجات أو السباحة بتخصيص 30 دقيقة على الأقل يومياً، ويفضل أنه تكون بعد وجبة الإفطار بثلاث ساعات. رابعاً، تلبية الرغبة لإفراغ الأمعاء مباشرة عند الشعور بها. خامساً، يمكن استخدام المكملات الغذائية من الألياف وعصير الألوفيرا وخمائر البروبيوتيك لتعزيز انتظام عمل الأمعاء. وأخيراً، لا يجب الاعتماد على الملينات المنشطة لأنه آلية عملها عن طريق تهيج جدران الأمعاء، والاعتياد عليها ممكن يؤدي لتراجع حالة الإمساك وبتصير بوضع أسوأ. أيضاً من الضروري ينتبه الأشخاص يلي عم يتناولوا أدوية موصوفة إلهم من قبل أنه بعض هي الأدوية ممكن يسبب الإمساك، لذلك بهي الحالة ننصح باستشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ أي إجراء. ودمتم بصحة وعافية مشاهدينا الأعزاء.